شيل الله النبي صلينا وخلصنا لعمل يلي مدمر جيش الكفر وفرقه عن ماشين يمشي ولا يلا رجل بين السماء والأرض شمس الشارقة عن ماشين يمشي ولا يلا رجل بين السماء والأرض وشمس الشارقة أعيد عشانكم عن ماشين يمشي ولا يلا رجل بين السماء والأرض وشمس الشارقة ها عرفتوا؟ أنا ما بقول الحل أنتوا في بيتكم بين جالسين الحين يلا ها كل واحد يقول كذي وكل واحد يقول كذي دوروا الحل أنا ما بقوله لكن إحنا المهم حلقتنا اليوم هي عن الشاعر اللي قال هذا اللغز الشاعر سعيد بن عبد الله والوزير الفارسي إيش قصة سعيد بن عبد الله والوزير الفارسي والحنظل أيضاً سعيد بن عبد الله ود وزير ليش لقب بود وزير هناك في داخل الحلقة فيه قصة أو فيه مكر اخترع سعيد بن عبد الله الفارسي لينجو بأصحابه وجماعته من مشكلة وقعوا فيها في مكان من الأماكن وش هي هذه القصة أو إيش هي هذه الخدعة اللي اخترعها سعيد بن عبد الله ود وزير الفارسي كل هالتفاصيل موجودة في ثنايا الحلقة لكن بعد الفاصل أول ما قدم تحية الناشن خالصين النية وللسهرة الخليجية يلي جمعتنا أجمعين سهرتنا سهرة جديدة ونهضتنا نهضة مجيدة وجمعنا جمع مكرم برجال الخليجيين شاعر ومقدم قصيدة عندي أيام سعيدة مع هذا الخليج الناهض أشكر رب العالمين حلقتنا الوالد عن سعيد بن عبد الله ود وزير ود وزير من هو ود وزير الشاعر سعيد بن عبد الله بن حمد بن عبد الرحمن بن عبد بن حمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الوزير الفارسي شاعر كبير اشتهر و بين الشعراء وأصبح يلقي شعر
ميدان ومكواره ورسحه وعازي ونبطي في جميع انواع الفنون العمانيه. فاشتهر بين الشعراء واصبح يقابل الشعراء يبادلوا الشعر معهم، تتلمذ على يد وهو صغير شباب على يد حافظ المسكري، كان يسأله وذاك يقول له قصايدك زينه حطه، بعدين اصبحوا وهو حافظ يجيبوا قصيد مع بعض، يعني كل واحد يجاوب الثاني. فعاش مع والده، كان عنده سفينتين، سفينه واحده فيها اخوه الكبير علي بن عبد الله، وسفينه فيها والده عبد الله بن حمد، فاهم؟ فقام يسافر عنده الهند، البصره، العراق، افريقيا، صوماليا، مكتشوب، براو، كسمايو، وحتى توفى والده. فلما توفى والده باعوا السفينه وتوارثوا ورجع روحه يشتغل في التجاره، يتاجر، يسموهم تاجر متجول، حتى في الجوازات كانوا يكتبون لي تاجر متجول في مسقط، فاهم؟ يروح البصره، يروح الهند يشتري بضائع ويودي بضائع، يروح عدن ومكلي يودي بضائع، وهو خاطف لين ارض الصومال، براو، مكدشو، وثم زنجبار، مومباسا في افريقيا، رايح جاي تاجر متجول. واكثر عندما يلبلد يهتم بالشعر، وكان في حلم سلوط يعزموه ويعزموا معه الوالد سالم بن نظير، عندنا شاعر، وود همش، يعزموهم مع بعض ويمشوا، ويمكن بعد شعراء غيرهم، لكن لاني اللي فهمت من خالي هم الثلاثه اكثر شيء، فاهم؟ في كل ايام القيض يمشوا ويتموا 3 ايام وبعدين يرجعوا. راح الباطنه مع بالو واحد اسمه كي شاعر كبير، ويابوا قصيد مع بعض بعد مع راعي الباطنه، وفي افريقيا ما ادري نسيناها منطقه، بعد واحد عماني شاعر، وفي الشمس يابوا قصيده في الشمس وكذا، اذا عسعس الدايقور ما مشى هايبين الشمس، يعني اذا طلع السحاب وغطى عليه هل تبين الشمس ولا ما تبين، يعني من جمله قصائدهم. رجل متعلم ورجل عنده ثقافه وعنده علم، وبعد لما ترك التجاره راح الكويت، لما ترك التجاره راح الكويت واشتغل في الكويت في مسجد، امام وخطيب في المسجد، يصلي بالناس ويخطب في يوم الجمعه. ف يعني وبعد شو اسمه ودرس بعد، يعني كمل دراسة الدين. بداية الشاعر سعيد بن عبد الله والوزير، هذه البداية ماذا قلت؟ قلت سميت بالله، هذه رزحة، نعم سميت بالله وبكسر الخبر والياس والمصطفى الهادي وهل بدر وحنين، وببدل سلاما ابرد من الورد والياس صافي وتخضع له قلوب العاشقين. Thank you.
لحقت على الشاعر الله يرحمه في فترة من عمري. الله يرحمه كان عايش بدايتي يعني، أنا بدايتي أذكر إنه كان عايش في الكويت وشغال فيه من قبل لا أولد يعني. فأذكر من يعني الشاعر الله يرحمه إنه كان لما يجي زيارات تقريبا في الأجازات السنوية كل سنة كان يجينا، فالله يرحمه كان يجيب لنا بعض الهدايا وبعض الألعاب وبعض الأشياء، فكنا نفرح ما شاء الله، نفرح بشوفته يعني كثير نفرح، لأن بعد فترات طويلة يزورنا بحكم عمله واستقراره في الكويت هو وجدتي، فترات طويلة من الزمن. فكان لما يحضر يعني يجي السلطنة كان يعني غالبية أوقاته كان يقضيها في يعني في زيارة الأرحام والمعارف، واشتياق لهم كان كثير يعني ما شاء الله عليه يعني، كان حتى في يعني وجود وسائل التواصل الهواتف في ذاك الزمن كان ما يقطعنا يعني، كان دائم التواصل ودائم الاتصال ودائم السؤال. فالله يرحمه كان من الأشياء اللي أذكر لي إياها إنه كان يعني في رمسات الميدان وفي رمسات في الرزحة وفي المناسبات الوطنية، كان أذكر إنه كان يعني يحدد وقت أجازته السنوية في مناسبات الأعياد الوطنية، لأن تكثر فيها الأفراح وتكثر فيها يعني الأشياء يعني الرسحات اللي هو طربه يعني وهوايته وشغفه، هو شغفه بالرسحة والميدان، فكانت يعني تكثر في الفترة هذه. فكان ما شاء الله عليه إنه يعني دائم المشاركة في المناسبات الوطنية وفي الأفراح وفي المناسبات يعني حتى في مجالس المثقفين ومجالس يعني الأدباء كان كثير المشاركة. فأذكر إنك يعني كان يأخذني معه، جدي الله يرحمه إنسان مثقف ومتعلم وكان يقرأ ويكتب، وكمل تعليمه في الكويت، فترة استقراره في الكويت كمل تعليمه ووصل لمرحلة متقدمة من العلم، حتى يعني من الأشياء اللي كانوا متمسكين فيه في الكويت كان هو إمام وخطيب جامع، فمن الأشياء اللي كانوا متمسكين فيه وفي وجوده في الكويت إنه هو كمل تعليمه وأصبح ما شاء الله يعني ارتقى في تعليمه، فكانوا يبحثوا عن الناس اللي هم أصحاب علم وأصحاب يعني شهادات متقدمة. الشاعر سعيد الله يرحمه كان يتميز بالميدان وبالرسحة، كان ما شاء الله عليه كثير يعني المشاركة في الميدان وفي مناسبات الرسحات، يعني غالب ومعظم المناسبات اللي تكون فيها الرسحة واللي يكون فيها الميدان واللي يكون فيها الأفراح هذه كان ما شاء الله متواجد يعني متواجد بقوة، وكان ما شاء الله عليه يعني من دون ما حتى يعني ما يكون عنده يدعوه يعني كان يحضر من حبه ومن شغف الحضور مثل هالمناسبات وحضور مثل هالفعاليات، وكان حتى ما شاء الله عليه يعني الله يرحمه يروح للمحافظات ومناطق السلطنة، يعني كان الباطنة يوصل للباطنة والمناطق الداخلية لعنقعلان، سفراته الله يرحمه كان يسافر في تجارة، هو غالب سفراته قبل استقراره في الكويت كان يتاجر، وسافر إلى كثير من الدول، سافر يعني فترات سفر كانت إلى عدة مناطق وعدة أماكن، منها البصرة، زنجبار، الهند، عدن، المكلا، الصومال، كان كثير السفر في التجارة في ذيك الفترة قبل استقراره في الكويت. صلة القرابة الوالد، صلة القرابة اللي بينك وبين الشاعر سعيد. خالي سعيد بن عبد الله والوزير، والدي متزوج أخته وأنا هو أصبح خالي يعني.
من الشعراء أو من هم أصدقائه؟ أصدقاء ود وزير؟ أصدقاء جملة، وأقرب أصدقاء هم سعيد مسلم المخيني وعلي بالسالم الصايغ الفارسي ويوسف الناصر الصايغ الفارسي، وجملة أصدقاء، لكن هم الثلاثة أقرب أصدقاء اللي هو عنده يجلسوا عنده العصر عند المسجد. زين، الشعراء اللي صارت مساجلات بينه وبينهم، خلفان بلو والسالم بن نظير والشاعر سعيد بن راشد الفارسي، كان شاعر كبير في قبيلة الفوارس ويبقى صايد، وهم مع وياهم يجلسوا مع بعض في الرسحات يجاوبوا بعضهم بعض، هذا يجاوب من هنا وذاك يجاوب هناك بالقصيدة. هش قصته لما عملوا اقتراح عليهم ان يسووا جنازه يخدعوا فيها الطليان على اساس يمرروا بضاعتهم؟ وكان يتاجر وشلوا بضائع من عدن الى مقدشوه، وكان الطلياني يصادر البضائع عنهم، مانع البضائع اليابانيه تياب تباع، فشار عليهم الشاعر سعيد والوزير قال بنجيب نعش مال ميت وبنقول للكاتب اللي عنده الصومالي قولهم ان ماشيين يبوا ميت في الجنازه، فهم بدل الميت يابوا البضائع وحطوهم في الجنازه، ويوم جو بدل ما يقولوا لا اله الا الله ياب قصيده، قال باشت الطليان يوكل عوادي جايبين شغل منبي وصور، جايبين العطل بالكنادي وحالفين ما يسلموا العشور، دخلوا ولين ما وصلوا عقوا الناس وشلوا بضائعهم وروحوا وتحت الخصر. شن الله شن الله يا الله. لما جيت قالوا لي بنجيب لك شاعر من الديره. ايوه. وانت رجل شاعر؟ قلت ما بشاعر، انا ولد شاعر، ولدهم. قالوا لا ماشي عذر، جابوا لي جماعه من الباطنه من بديعوه. ايوه. قريب وبدان. ايوه. الرجال ما قصر، شاعر وياب لي يعني قدر 50 ولد وبيرقهم. الله. شغل شد العم امثل شغلني. وهزونا هزيز. لما جينا قال قولوا لشاعركم بس يسمع ويجاوب. رحنا اذا نتكلم. يعني يكون جايب قصيد مع ناس ثانيين. يكون يعني شعر غير شعره. طيب قول. قال منك هو رجال امدحه وشجعه. ليه؟ ما يقرا ولا يكتب. لا يقرا ولا يكتب. سبحانه هذا الانسان. وشاعر. ماذا قال هذا الرجل؟ ايش قال هذا الرجل؟ ولا خلف حاجه. قال منك انت تاير تشتري قماش ودان. عن باكر تشوف القماش وترتعب. قماش بالضاد. بالضاد. هذه قافيه صعبه. صعبه، وكذلك باكر بشوف القماش، يعني رجال تاجر، تاجر قصيد معي وايد. نعم. ما بتاجر على الفلوس. لا طبعا. يقول من كنت تاير تشتري قماش ودان، عن باكر تشوف القماش وترتعب. بيع الكنادي. ما مسوي ثراني وزان. ومعهدني ميزان الحديد يعب. يعب اسبوعيا عاد يعبوا. نعم. قلت له نور البحر من ساعة ضارب بردوان، موقف على الصيرة بسنه ومعترب، لما يفكر لازم بيرد بالزمان، كم تاير غيب مواله والعوض. قال الليلة يا صاحب بتلاقي هالعيدان، حولاد يابر قلبي ما حايش بغب. العصي حيق العصي. نعم. اليوم بيشاهد النمونة. ما يا سلام. ليلة يا صاحب بتلاقي هالعيدان، حولاد يابر قلبي ما حايش بغب. لكن يوم انضربني الشلي سوالي بيان، شطانك بصنقل ولا ذبحة بالنقب. انت نخذي بيروح محملك اللي انضربني الشلي. طبعا. انا زيد شطان. يقول يوم انضربني سوالي بيان، شطانك بصنقل ولا ذبحة بالنقب. قلت لي اللي انضربني الشلي بانزيد الشطان. ايوه. المحمل سووا الحبال، انا راعي محامل. أيوة. راعي خشب، ما بحد علمني. طبعا. شوف شبعان من السفر. اقول لي اللي انضربنا الشلي بانزيد الشطان، شاطن بصنقل لا تحسب خليفه فرب، يا المطربيه الليله بفتح الديوان
بيكون واضح لحاله نصيبه وحظه. قال انت المعلم. الله. انا دعني قنبطان فوقك من فوق. شوف شاطر. الله يرحم الشاعر، يعني يدي كان يعني كثير يحب ان يشاركني في مناسبات مثل الميدان ومثل الرزحه. فيشدني كثير مساله الميدان، يعني مقاصب الميدان اللي كان يقولها ومشاركاته، لان الميدان معنى ومغنى. فما شاء الله عليه، يعني كان يعني مثل ما يقولوا صاحب حليله. بعد وفاته الله يرحمه الشاعر سعيد الله يرحمه، كان يعني خلف كثير من المخطوطات بخط يده، يعني من القصائد ومن حتى بعض السير الذاتية البسيطة، يعني بس نمتلك كثير من المخطوطات اليدوية الأصلية اللي بخط يده، وهذه بعض المخطوطات اللي نمتلكها بخط يد الشاعر. كان ما شاء الله يعني كثير الكتابة وكثير التدوين، مسألة الخط يعني ما شاء الله عليه الشاعر الله يرحمه. بعد استغرار الفترة الطويلة تقريبا في الكويت لمدة 23-24 سنة، رجع إلى السلطنة. طبعا حاصل على خبرة كبيرة في الإمامة والخطابة في الكويت، واشتغل في السلطنة. بعد رجوعه في تقريبا في ست رجع للسلطنة واستقر فيها، وعمل أيضا إمام وخطيب في ولاية صور. توفاه الله يرحمه عام 1990 بسبب شرب المادة الحنظل، يعني وصف لي إياها أحد كبار السن إنها علاج، لأن الله يرحمه كان مريض بمرض السكر، وكان يعاني يعني من مرض السكر. فمن أجل العلاج يعني الإنسان طبعا يبحث عن الشفاء بأي وسيلة وبأي طريقة، فتعاطى مادة الحنظل اللي هي شراب الحنظل بكميات كبيرة، فسببت له كثير من المضاعفات، وبسببها يمكن ما جلس أكثر من أسبوعين وانتقل إلى رحمة الله. توفى وهو في عمر 81-82 سنة. مساكين صوت القلب مطاعيرة شل الله يا الله. الوالد انت خبرتني ان له عازي يعني بالألفية من الألف للياء، سمعني شيء منه. هي قصيدة عازي اسمها الألفية، يعني منها قصيدة من الألف للياء، ويجيب منها كمين بيت. الألف ألفت الكلام في مدح شبان وملام، لصادمه وحل الزحام سب الفخر والطائلات، والبي بدينا بالرجال كلهم فراخين عيال، ما همهم حرب وقتال، باعوا العمر على التاكلات، والتيت عازوا كلهم ما حد تعذر منهم، والشيخ سالم عندهم راع رسوم العاليات، وثلاث 30 ولد شووه شراقص في الرعد، مقدامهم ذاك الأسد هو ضخرتي للنائبات، والجين جاء على المخبر من عند سلطان الفخر، فلنا وقحمني في الأمر مثل سود الضاريات، والحاحية ورسماتهم اللي من دهر شيابهم، ولاد فارس نارهم دكة بعد الراسيات. الوالد ايش تعلمت من ولد وزير؟ ايش تعلمت؟ تعلمت منه من عنده الكلام، وكيف يعني يقدر الواحد يروح يجيب قصيد. حتى اني بنفسي كنت في الكويت وعندنا بن ابو علي ومعزومين مع واحد سعودي كويتي وعازم سعودي من حالهم وعمانيين لحالهم، فقالوا خميس انت ابوك شاعر وخالك شاعر سعيد والوزير كبير شعراء لازم تجيب قصيد. قلت لهم انا ما اجيب قصيد. بعدين قعدت افكر، يا قلت لهم من اسمه؟ قالوا اسمه هادي. قلت يشهد الله يا هادي حشتها بالكرم مثل حاتم تنادي كل حد له سهم، لان سعوديين بسهمهم وعمانيين بسهمهم. يسوقهم خيله بني حيي مزهين المقام، كلكم لا بيهل الطايله كلكم لا بيهل، والسيف والخنجر معنا
وهذا هو إيقاع الهمبل. وكانت معكم الطبول طبعا مرة عندنا طبول وعندهم طبول. نعم. طب لكم الكاسر والرحماني ويصيح وانتم ماشيين. الكاسر يقرقع والرحماني قبل يتحرك. قبل يتحرك طبعا يبقى حاجة حركة الكاسر وطاح دن 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 وهلاك يميلوا ويرزحوا رزحة يعني رزحة طحني بقحمر رزحني برزحك. فوصلت إلى الدهبش. لما وصلنا قال أهلا وسهلا جلسوا. أيوة جلسنا معهم. لما جلسنا قام الدهمشي من شطارة القوة شعر اللي معه ما قال عليكم السلام أهلا وسهلا بالقافية. قال لا تشوفوا بحرنا طوبته. خبرنا بالبحر أمواج فيه ورياح. يا شاعر فهيد متى سويت شاعر يا حافظ. يقول لا تشوفوا بحرنا طوبته ما يخلي العواصف والردود بحرنا طامي ينزح مويته شربنا من المعالي والعدود. غافي قوية حماسية وفيها تعدي وهجوم. لا تشوفوا بحرنا طوبته ما يخلي العواصف والردود بحرنا طامي ينزح مويته شربنا من المعالي والعدود. شجع نفسه طيب. وجماعته وديرته وشعره. وكيف كان ردكم؟ ردنا قاموا الشباب اللي معي قالوا ها إذا ما بتجاوه بشوفه اللي بشوفه. شجعوني. قلت له جمل العقيلي يزوم بخيته. جمل العقيلي يزوم بخيته ما ترد السناسل والجيود والحبن ما تهيدك شربته يقطع المنحر وقص الكبود. يعني شجعوني ربعي وهذا كلامي تفضل. يعني جعلت من نفسك شيئا مرا لا يمكن ان لا يشرط ولا يوكل. وكذلك جعل نفسه في البحر لا يسافر ولا يتجاوز. طيب فماذا كان رد الدهمشي على هذا الرد الشديد المفحم؟ الله يسلمك تسلم لحضرة الدكتور. بدل بعد لال ثاني طويل مرضوف اتعب واتعب. لا للعود العود المرذوف. وش يقصد؟ اللي فيه الثلاث كلمات المتشابهة القوافي. مشكور. نعم أربع زين. وش يقصد؟ يقصد يباها أني أتأخر أتنازل. أيوة حتى يقول إنه شعره أقوى من شعري. صح أكبر سن وأقوى شعر ولكن أنا تبعته. يعني اليوم خلينا هالمسائل كلها ماشية. عند حليلة ياتي فراسة وأنا ياتني بنت الحليلة من بحليلة كبيرة. فماذا قلت في المرذوف؟ قال ودهمش يقول بخلف قولي وبلتقيبه. هذه المرذوف. أيوة. بخلف قولي وبلتقيبه قولوا نظمات عجيبة مثل السكر والحليبي لذة للشاربين. يا صاحبي الدنيا تعيبة كل ليلة تقلب مصيبة قبلك عايز بالطبيبي ليه حروف السين. قلت لي عندي للدنيا حسيبة ناس كاهن وكتيبة اللي عارفوا السقم الغيبي وللطرب متوشلين كل شيء عليه ترتيبه بايس الفلي أسقيبه إلينا ما يشرب صحيبي عد وجر الضانيين. أنا ما عندي فلق محلان عندي عد. عندك فلق مليان ماء. أشجع نفسي. أيوة قال هو قال أشاذ المغير ذهيبة كل من بخته ونصيبه أنت صاحبي ونسيبي مرضى لك بباب الشين كأنك لا تسافر لا تسافر في رياح قصيبة. هو شغل البحر. نعم وأني سبعتنا وأعرف شغل البحر. قال لا تسافر في رياح قصيبة ومويات البحر صعيدة لو ريت بر قريبي في الموية عشر محين. كيف كان يعيش معكم ود وزير؟ كان يعيش عيشة طيبة وكنا هو الخال والوالد وهو مع العائلة كلهم عن مع الوالد مع عمي مع أخوه مع الجيران. شديد ولا لا كل كلامه ضحك وكلامه يعني بشوشة يعني يعني يفرح القلب يعني الناس يطيبوا له ويرتاحوا له. لأن ليش سعيد مكردمية من مخاء وغير وغير في ناس غيرهم لكن ماتوا. الوالد كلمة أخيرة تحب تقولها
عن الشاعر المرحوم سعيد بن عبد الله ودوزير الفارسي؟ أقول الشاعر سعيد ودوزير رجل طيب ورجل محترم ورجل يعني لقيمته في البلد، هو حتى ظل حتى يعني شو اسمه طاح مريض، وبعدين كان وصفوه الحنظل حبوب الحنظل مش الحنظل حبوب الحنظل، ولكن شاف المنفع النوايد مشي وقص الحنظلة وكل اللحم الحنظل مع الحب، وفقد الذاكرة فقد الذاكرة مرض ومات بسبب الحنظلة اللي قصي بكامل وكله ما كان حبوبها مثل ما كان ياكل حبوب. الله يرحمه ويسكن الجنة. أحسنت أبوي. شل الله